بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في المحاضرة الثانية إن شاء الله، خاصة الفصل الثاني عام في معهد الدليل الواضح بمادة الإنجليش 2، الحصة الثانية اللي خاصة في الجرامر اللي حتكون عليه زمن الماضي المستمر، زمن الماضي المستمر والباست كونتينوس تنس. الباست كونتينوس تنس طبعا الفورم بتاعها اللي هي سواء في البوزيتيف ولا في النيجاتيف. هنا عندنا في المضارع كاين الاي تاخذ الام اللي هي وش ياخذ عن الاز، هنا كلن لان الماضي الاز والام كلن ماضيهن واز، فقعدت اي هي شي ات المفرد كله ياخذ واز، وفي حاله النفي ياخذ وازنت. اليو والوي والذي ياخذن وير، وفي الماضي وفي الجمع وفي النفي ياخذن وير نوت. الفعل نزيدوا له اي ان جي، وهذه صيغه الفورم بتاع البوزيتيف والنيجاتيف. صيغه الكويستشن سواء سالنا وات او سالنا باداه السؤال اللي هو كان فيرب تو بي، ونفس الشيء الاي والهي والشي والات مع الواز، الوير يو وي ذي مع الفيرب زائد اي ان جي. شنو لنا الاستخدامات بتاعت الباست كونتينوس؟ باست كونتينوس يوز ذا باست كونتينوس وذ ذا باست سمبل when a short action interrupts a long actions in the past. Use the past symbol for the interrupting action. نستخدم الماضي المستمر مع الماضي البسيط عندما يحدث يكون حدث، عندما يحدث حدث او يكون هناك حدث قصير يقطع حدث استمر لوقت طويل. الحدث الذي استغرق حدوثه وقت قصير نضعه في صيغه الماضي البسيط، والحدث الذي استغرق وقتا نضعه في الماضي المستمر. ولكن لما نذكرون هن اثنين مع بعضهن معناها راهن الحدثين صارا في نفس الوقت، ونحن ماشيين في الشارع السياره خبطت في الساس، ونحن قاعدين نقرو انقطع الضي، ونحن قاعدين نتغدوا انكبت الميه، نحن قاعدين نذاكروا دق الباب فدقت الباب ولا كبت الميه ولا قطعت الضي. هذا الحدث يصير فجاه في لحظه مع ان الدراسه او تناول الطعام او مشينا في الشارع كذا استغرق وقت. فهنا نقولوا هذين حدثين صار في نفس الوقت في الماضي بس احدهما سبق الاخر، صار مع بعض في نفس الوقت. هذه الناهي نستخدمون الباست كونتينوس. I was crossing the street when the driver hooted me. يقبل الدرايفر hooted me، هذه باست سمبل، هو دوالي كلام معين. لكن قطعتي للشارع لما كنت انا ماشي في الشارع ونقص في الشارع اخذت مني وقت. فرست يبقى في البدايه I started crossing the street then the driver hooted at me. They were driving too fast when they crashed. يقبل لحظه ما صار الحادث هم كانوا يقودوا بيش بسرعه عاليه. فالقياده بسرعه عاليه هذه خذت استغرقت وقت، ولكن الكراش اللي هو الحادث اللي صار خذا صار في لحظه، فحطينا في صيغه الباست الباست سمبل. when use when to introduce the past simple action. يعني احنا اذا كان بدينا الجمله يعني خذينا الجزئيه بتاعت الباست سمبل ديما نبدوها بايش؟ بالوين. واذا كان بدينا بالباست كونتينوس حنستخدم ايش؟ الوايل to introduce the past continuous tense. يعني نستخدم الوين في بدايه جمله الماضي البسيط، ونستخدم الوايل اللي هي بينما في بدايه جمله الماضي المستمر. فأنا نفس الجملة بالضبط، لما بدينا بالماضي البسيط when the light turned red يبقى عندما تغير الإشارة الضوئية للون الأحمر هذا صارت فجأة. he was speeding، هو كان في حالة تسارع، كانت سيارته تزيد في السرعة بتاعها. لما بنبدأ بالآي إن جي هي الأولى مع الفيرب تو بي حنقول while، بينما he was speeding ما عادش نقول when خلاص، لأن الجملتين لازم واحدة فيهم بس يا when يا while. تقعد while he was speeding the light turned red، وهنا لان بدينا بالباست كونتينوس هو الاولي فنبدا بالوايل، وهذه الاثنين بعد نحطهم في الصيغه هذه معناها راهن هن الاثنين صار في نفس الوقت في الماضي. be careful notice the difference in the meaning between these two different sentences. يجب ان نلاحظ الفرق في المعنى بين الجملتين، حيث احداهما حدث اولا ثم حدث الثاني، اما الجمله الثانيه فتعنى ان الحدثين كانا في قد حدثا في نفس الوقت في الماضي. When the lights changed I crossed the street. انا الجملتين كان هن اثنين في الماضي البسيط فكان متسلسلات
First, في البداية the light changed, then بعدها I crossed the street. لكن هنا عندنا when the lights changed, I was crossing the street. معناها رأنا عندما كان الضوء يتغير إلى الأحمر كنت أنا نقطع في الشارع. معناها صار هالاثنين مع بعضهم. First, I started crossing the street and then the light changed while I was still crossing. بينما أنا كنت ما زلت نقص في الطريق. وهذا هي ميزة past continuous. طبعا عندنا هنا spelling وكيف نضيف الـ ing وكذا، هذه نفس ما ذكرتم في الـ present continuous في المحاضرة السابقة، وقلت مشروحات عندكم هنا بالتفصيل. نجو لكلمات الدالة على زمن الماضي المستمر، لأن الـ while والـ when. فجملة الماضي المستمر نبدوها بإيش؟ بالـ while، وجملة الماضي البسيط نبدوها بالون. هذا اذا كان الحدثين احدهما سبق الاخر وكان واحد منهم لم يستغرق زمن، لكن اذا كان هن الاثنين استغرقا زمن وصار في نفس الوقت في الماضي فنبدوها بوايل في جميع الاحوال. فسنشوف امثله هنا عندنا يشرح الكلام اللي قلناه. وايل ذا بيردز سينج، فلما نقول وايل ذا بيردز سينج، وايل ذا بيردز لان بيردز طيور نحطوا وير، وايل ذا بيردز وير سينجينج شي واز ستادينج، هي كانت ايش؟ تدرس. فهذا غناء الطيور ودراسة الفتاة للمواد كانت تقرفين استغرق الوقت، فحطينا هنا اثنين في صيغة الكونتينيوس. هنا عندنا he repaired the car, she cleaned the home. بينما while he was repairing the car، بينما هو كان يصلح السيارة she was cleaning the home، هي كانت ايش؟ تنظف المنزل. فهم اثنين كانوا مشغولين. فهذا عليش نقوله ماذا في العادة يكون الباست كونتينوس، هذا يستخدم حتى كتبرير. وهذا علاش نقول له احنا بينما هو كان يصلح في السياره هي كانت تنظف المنزل، فهذا علاش ما كانش مصب اهتمامهم على طفلهم اللي هو سقط مع الدرج او لمس حاجه ذراته ولا حاجه. فهم اثنين كانوا مشغولين، هذا تبرير انهم اثنين كانوا مشغولين في نفس الوقت. هنا عندنا they crossed the street, the van smashed the wall. بينما هم كانوا يقطعوا في الشارع الفان اللي هي العربة كيف الحافلة هذه سماشت كما نقولوا حادث تصادم بالحائط خبطت في الساس. فنقولوا لما نبدأ نحن بالمستمر هو الأول نقدر نبدأ بيش بالوايل. While they were crossing the street، while بينما they جمع حطينا لها وير، crossing الفعل زدنا لها ing، the street قطعوا الشارع، the van، the van اللي هو الحافلة smashed اصطدمت أو خبطت بالحائط، the smashed the wall. فأنا حطيت اللون الأزرق هذا بشان أوريكم إنه هو إيش؟ ماضي بسيط. لكن لما نبدأ بالماضي البسيط قلنا نبدأ بيه نحطه نستخدمه إيش؟ when. When the van smashed the wall they were crossing the street. بدينا بالwhen لأن حطينا الجملة الأولى هي إيش؟ بتاعت الماضي البسيط. الباسف فويس ما فيش اختلاف كبير، فنحن نقوله لما نحطهم في الباسف فويس نفس ما قلنا بدري، السبجكت بعدين الفيرب تو بي واز ولا وير حسب عدد الفاعل، بعدين ذا مين فيرب وزدوا له اي ان جي، وبعدها نحطوا ايش؟ الاوبجكت. طبعا في البدايه نبي نحطه هنا يا وايل يا وين اذا كان الفاعل بدينا به. الباسف هاي بيكون عندنا ناخذ الاوبجكت اللي هو مفعول به نحطوه في البدايه، نحطوا واز ولا وير حسب عدد من؟ الواز والوير حسب عدد الاوبجكت، بعدين نحطوا بينج للحفاظ على صيغه الاستمراريه، بعدين نحطوا ذا مين فيرب في صيغه الباست بارتيسيبل الفعل الرئيسي نحطوه في صيغه الماضي التصريف الثالث للفعل. فلما ناخذ الامثله هذه الواضحه بالنسبه لنا، هنا الجمله المثبته وايل شي واز بريبيرينج ذا فود، بينما هي كانت تجهز الطعام، هي واز ادجستينج ذا كار، هو كان ايش؟ يضبط في السياره ويعدل فيها كتعديل للكهربائي او اي حاجه، او تعديل ميكانيكي او اي حاجه كانت تم، فالادجستنج هو الضبط. فبينما هي كانت تعد الطعام هو كان يضبط في السياره. لما نحطها في صيغه مبني مجهول while the food was being prepared، بينما الطعام كان يجهز السياره كانت عمليه الاصلاح ايش؟ مستمره. يعني بينما كان هما مستمرين في إعداد، بينما هي كانت مستمرة أو بينما الطعام كان مستمر إعداده السيارة كان مستمر إيش؟ إصلاح. فهنا عندنا إكزامبل واحد أخرى they watch she make while they were watching the game، بينما هم كانوا يشاهدوا في
الجيم. She was cleaning the room. هي كانت تنظف الغرفة. الباسف while the game was being watched. ليش قلنا يعني هي الواز؟ لأن الجيم مفرد. The room was being cleaned. وهنا عندنا